السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن في لينس لانس بالفرنسي لانس. اليوم نحن في لانس ورايحين إلى مكان مشهور في لانس وهو متحف اللوفر. تقع لانس شمال فرنسا، وطبعا هي قريبة من ليل وأراس. بالنسبة لهذول المدينتين ليل وأراس أنا قد عملت عليهم فيديو سابق، وبحط لكم الرابط في صندوق الوصف للي يحب مشاهدة المدينتين. هذه هي مدينة لانس من فوق الجسر، أنا الآن فوق الجسر، وهذا الملعب اللي موجود في لانس، هذا ملعب كرة القدم، وهنا كمان هذا هو الجسر، الجسر المشاه اللي موجود في لانس. تمتلك مدينة لانس فريق كبير لكرة القدم وهو على مستوى عال، ويسمى اسم هذا النادي نادي لانس. هذا الآن نحن رايحين إلى متحف اللوفر. متحف اللوفر يعتبر من معالم لانس، واللي افتتح عام 2012، طبعا يعتبر من المتاحف المشهورة في فرنسا. خلوكم معاي ونروح إلى المتحف، هذا هو الطريق المؤدي إليه. خلوكم معاي وندخل إلى المتحف ونشوف من الداخل. هذه التذكرة حق الدخول المتحف، متحف اللوفر، قيمتها التذكرة 11 أورو، ويعطونك معها هذا الكتيب، طبعا مع الكتيب 11 أورو. يلا بندخل ونشوف. بالنسبة لسعر التذكرة، سعر التذكرة فقط للجناح الروماني. الآن دخلتنا الجناح الروماني قيمته 11 أورو، أما بقية المتحف فهو مجاني. طبعا أول ما دخلت بدأت أصور، ولكن منعوني من التصوير في المتحف، يعني تصوير الفيديو، وسمحوا لنا فقط بتصوير صور، لذلك أنا نقلت لكم إياكم بعض الصور، وهذا كل الموجود في متحف اللوفر بالنسبة للقسم الروماني. هذا من العراق وهذا من إيران. هذا الفسيفساء من تونس. أما هذا الجزء من المتحف اللي فيه آثارنا وآثارنا العربية فهي مجاني، يعني الدخول إليها مجاني. للأسف كل آثارنا وتراثنا موجود في متاحف أوروبا. دمشق، تركيا، عثمان، يعني اللي يبغى يشوف تاريخنا الإسلامي وتاريخنا العربي موجود في متحف اللوفر في فرنسا، للأسف وليس في متاحفنا. هذا هو هذه الصور الموجودة في اللوفر. طلعت إلى ساحة المدينة علشان أتفرج على المعالم المدينة، وهذه هي الساحة يعني أو السنتر اللي موجود في مدينة لانس. هذه كنيسة مشهورة موجودة هناك، موقعها طبعا استراتيجي وسط الشارع الرئيسي، على طول الشارع موجود محلات ومقاهي كمان. طبعا المقاهي الفرنسية لا يعلى عليها، ولكن لفت نظري هذا F&M، هذا المخبز لفت نظري، قلت أدخل وأشوف هذا. طبعا اكتشفت أن هذا المخبز لفتاة جزائرية أو فتاة فرنسية من أصل جزائري، فتاة شابة فتحت هذا المقهى، مقهى شبابي، طبعا جدا كان روعة وملفت للنظر. دخلت المكان وقابلت صاحبة المقهى، وكانت جدا نت طبعا، وجربت عندهم هذا الكيك فاونتن كيك، جدا حلو، كمان ضيفتني على عصير. فإذا جيتوا على لانس لا يفوتكم زيارة هذا المخبز الرائع، اللي هو جدا أنيق وحلو، وحق الكيك برضه حلو.
الكل كان يصور، بصراحة الكل كان يصور المكان لأنه بجد بجد روعة المكان. وفي بو يعني اللي موجودين البياعين والجدا نت، والمكان جميل يعني يستحق الزيارة. وكمان تشجيعا للأخت الجزائرية صاحبة هذا المقهى، علشان نشجع شبابنا العربي الموجود في الغربة علشان مشاريعهم الصغيرة، لإنجاح مشاريعهم الصغيرة. وبما أن مدينة لينز تعتبر كان فيها أكبر المناجم الفحم الموجودة في فرنسا، طبعا بس هذا السبب كانوا يجيبون عمال كثيرين من الخارج، من الجزائر، من المغرب، من بولندا، من كل البلدان المجاورة، كانوا يجيبون ناس للعمل في المناجم. ولذلك بتحصلون أن معظم سكان مدينة لينز من الأجانب، خاصة العرب والبولنديين، لأنهم زمان كانوا جو للعمل في المناجم، أو جابوهم كعمالة للمناجم، لأن لينز مشهورة بالمناجم وفيها. طبعا هذا كان قبل فترة مو الآن، الآن سكروا المناجم وصارت مجرد معلم. يعني لما تجي على لينز ممكن تزور المناجم القديمة اللي موجودة فيها، وما زالوا طبعا الناس العمال اللي كانوا موجودين ما زالوا عوائلهم موجودة لحد الآن. وكمان لهم أحياء معينة، لا لهم أحياء محددة، يعني حتى المنازل اللي موجودة هناك هي ملك لهم، صرفت لهم من أيام زمان، من أيام ما كانوا يعملون في المناجم. تاريخ يعني هم من زمان يعني عايشين، وبيوتهم حتى البيوت صغيرة وقريبة من المناجم. هذا اللي عرفته أنا من أحد السكان الموجودين هناك عن تاريخ فرنسا، تاريخ لينز الاقتصادي. طبعا بعد كذا سكروا هذه المناجم وتحولت الاقتصاد إلى عمل الصناعات وأشياء أخرى غير المناجم، ولكن ما زالوا من الآثار اللي بيقول لك عليها لما تجي على لينز إيش نزور، يقول لك المنجم. المناجم تعتبر من الأشياء اللي يجوز لزيارتها السياح في مدينة لينز. إن شاء الله تكون عجبتكم جولتنا اليوم في مدينة لينز. هذا وفي الأخير استودعكم الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك إذا عجبكم الفيديو. وتشوز.